بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وبه أستعين، صلاة والسلام على أشرف المرسلين. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذه الحلقة بإذن الله سنعالج فرضا مقترحا للفصل الثالث في مادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا، وذلك لمستوى السنة الثالثة من التعليم المتوسط. إذن فبدون إطالة مع عناصر هذا الموضوع أو الوضعيات التي اخترناها لكم لهذا الموضوع. إذن فالوضعية الأولى تتمثل في ملء هذا الجدول بما يناسب. إذن لدينا المقدار الكهربائي، رمزه جهاز قياسه، طريقة توصيله، وحدة القياس، رمز الوحدة، علاقة رياضية لحساب هذا المقدار الكهربائي. إذن في العمود الأول أعطي لنا المقدار وهو شدة التيار الكهربائي، ويطلب منا أن نعبئ الخانات المتبقية، يعني ما هو رمز شدة التيار الكهربائي. إذن فرمز شدة التيار الكهربائي هو E. جهاز قياسه كما رأينا هو الأمبيرمتر. طريقة توصيل جهاز الأمبيرمتر في الدارة الكهربائية يكون على التسلسل مع العنصر الذي تريد أن تقيس شدة التيار المار به. أما وحدة القياس لشدة التيار فهي الأمبير. رمز الأمبير هو أو رمز الوحدة هو A. علاقة الحساب، هنا ستكون أمامك خيارات متعددة ربما، ولكن العلاقة التي نحتاجها هنا تكون متعلقة بالمقادير الموجودة في هذا الجدول. إذن فعلاقة حساب شدة التيار هي E يساوي U على R، بمعنى شدة التيار تساوي التوتر على المقاومة. شدة التيار المارة في العنصر تساوي التوتر المطبق بين طرفي هذا العنصر على مقاومة هذا العنصر الكهربائي. الآن العمود الثاني أعطى لنا رمز المقدار الكهربائي وهو E. إذن فبدلالة هذا الرمز يمكننا أن نعرف ما هو هذا المقدار الكهربائي. لا شك أنكم عرفتموه، وهو التوتر الكهربائي المطبق بين طرفي الدارة أو بين طرفي أي عنصر كهربائي. ما هو جهاز قياس التوتر الكهربائي؟ هو الفولت متر. كيف يربط الفولت متر مع العنصر الذي نريد أن نقيس التوتر بين طرفيه؟ فإنه يربط على التفرع. ما هي وحدة القياس للتوتر؟ هي الفولت، ورمز الوحدة هو في، يعني لا نخلط بين رمز الوحدة ورمز المقدار. رمز المقدار الكهربائي هو U، ورمز وحدة القياس هو في. العلاقة، من العلاقة السابقة نستطيع أن نستخرج شدة التوتر الكهربائي. التوتر بين طرفي أي عنصر كهربائي يساوي مقاومة هذا العنصر في شدة التيار الذي يجتازه، أي E يساوي R في E. ثم العمود الثالث أعطى لنا اسم جهاز القياس، قال لنا اسمه الأوم متر. إذن يا ترى ما هو المقدار الفيزيائي أو المقدار الكهربائي الذي يقيسه الأوم متر؟ إذن فالمقدار هو المقاومة الكهربائية. ما هو رمز المقاومة؟ هو الحرف R. بعد ذلك طريقة توصيله، كيف يوصل الأوم متر؟ هنا ننبه، الأوم متر يربط على طرفي ناقل أومي معزول، يعني هنا لذيق الخانة اقتصرنا على استعمال الحروف الأولى من الكلمة. إذن فالأوم متر يربط على طرفي الناقل الأومي المعزول عن الدارة الكهربائية، بمعنى لا نقيس والدارة مغلقة. وحدة القياس بالنسبة للمقاومة الكهربائية هي الأوم. وحدة القياس هي الأوم وليس الأوم متر، نصحح الخطأ. وحدة القياس هي الأوم وليس الأوم متر، قلنا نصحح الخطأ.
إذن وحدة قياس المقاومة هي الأوم. رمز الوحدة هو أوميغا. إذن هو هذا الرمز أوميغا، هو رمز وحدة الأوم. علاقة الحساب كذلك من العلاقتين السابقتين، نستطيع أن نجد قيمة المقاومة. مقاومة الناقل الأومي R تساوي E تقسيم E، بمعنى مقاومة الناقل الأومي تساوي التوتر المطبق بين طرفيه على شدة التيار الذي يجتاز هذا الناقل الأومي. المقدار الكهربائي الأخير الذي أعطي لنا في هذا الجدول أعطى لنا رمزه، وهو الرمز E كما نلاحظ، E صغيرة. إذن فهذا الرمز مر معنا وهو رمز القوة المحركة الكهربائية. إذن المقدار الكهربائي المطلوب دراسته أو تعبئته في هذا الجدول هو القوة المحركة الكهربائية. ما هو جهاز قياسه؟ كذلك جهاز قياسه هو الفولت متر. وكيف يربط الفولت متر مع العنصر الذي تريد أن تقيس قوته المحركة الكهربائية؟ فإنه يربط على طرفي المولد المعزول. كذلك هنا ننتبه، يعني إذا كان المولد موجود في دارة وهي مغلقة فنحن نقيس ما يسمى بالتوتر الكهربائي بين طرفي المولد. أما إذا أردنا أن نقيس القوة المحركة فينبغي أن يكون المولد معزولا عن الدارة، يعني غير موصول بأي عنصر آخر من العناصر الكهربائية، لا أسلاك ولا غيره. إذن فبالتالي يربط الفولتمتر على طرفي المولد المعزول. ما هي وحدة القياس؟ بما أننا نستعمل الفولتمتر فوحدة القياس هي الفولت، ورمز الوحدة هو في مثل ما ذكرنا سابقا. والعلاقة علاقة حساب القوة المحركة، هنا الأ يساوي RT في E، R يعني مقاومة الكلية للدارة في شدة التيار الكهربائي. إذن هذا بالنسبة للوضعية الأولى. نمر إلى الوضعية الثانية. يقول بالاعتماد على جدول شفرة الألوان المقترح معنا كسند أو كدعامة يستعين بها التلميذ أو المتعلم. هذه الدعامة تحتوي على، قلنا، جدول شفرة الألوان مرتبة من اليسار إلى اليمين كما تلاحظ، وأعطينا لك الدلالة الأولى للون الأول والباقي تعرفه من خلال الترتيب. يعني لدينا أسود، بني، أحمر، برتقالي، أصفر، أخضر، أزرق، بنفسجي، رمادي، أبيض. بما أنه أعطى لنا القيمة، قيمة اللون الأسود هي صفر، فمعناه البني 1، الأحمر 2، البرتقالي 3، الأصفر 4، أخضر 5، الأزرق 6، البنفسجي 7، الرمادي 8، الأبيض 9. إذن أعطى لنا صورة لهذا الناقل الأومي يحتوي على 3 شرائط مرتبة من اليسار إلى اليمين، أصفر، أخضر، أحمر، والشريط الرابع لونه فضي. السؤال الأول في هذه الوضعية يقول جد قيمة مقاومة الناقل الأومي الممثل في الوثيقة المقابلة، والمطلب الثاني اقترح بروتوكولا تجريبيا لإيجاد قيمة مقاومة ناقل أومي آخر مجهولة، وذلك بطريقة غير مباشرة. بمعنى لما يقول بطريقة غير مباشرة أي لا نستعمل جهاز قياس مباشر ألا وهو الأوم متر أو متعدد القياسات، ولا طريقة استعمال شفرة الألوان. إذن هنا بمعنى سنذهب إلى تطبيق قانون أوم لناقل أومي. نعود إلى الوضعية الأولى، إلى السؤال الأول. إذن اخترنا هذه الطريقة للإجابة، يعني سننظم إجابتنا في هذا الجدول. إيجاد قيمة مقاومة الناقل الأومي، إذن رتبنا في هذا الجدول الأعمدة بالألوان التي وردت في المقاومة. إذن العمود الأول من اليسار يعني باللون الأصفر، ثم الذي يليه الأخضر، ثم الأحمر، ثم الرابع وهو الفضي كما ورد في الناقل الأومي. ثم سنكتب القيم الآن. إذن فاللون الأصفر قيمته 4، ثم يليه اللون الأخضر قيمته 5،
واللون الأحمر قيمته 2. إذن هنا ننتبه، فالشريط الثالث لا نكتب العدد كما هو في اللون، وإنما عبارة عن قوة، يعني 10 قوة هذا اللون، إذن 10 قوة 2، بمعنى كم ستكون المقاومة الإجمالية، يعني هي في النهاية 45 في 10 قوة 2، بمعنى 4500 أوم. ولكن الشريط الرابع، بما أن لونه فضي، فاللون الفضي يدل قيمته هي 10%، والشريط الرابع هو يتعلق بدقة القياس، بمعنى الناتج الذي وجدناه هو إما بزيادة 10% أو ناقص 10%، وهنا يمكننا أن نكتب المقدار بشكل حصري أو محصور. إذن R مقاومة هذا الناقل الأومي الملون هي أكبر أو يساوي 4050، وأصغر أو يساوي 4950. إذن فدقة القياس كانت في حدود 450 أوم، يعني القيمة التي وجدناها 4500 أوم، إما ننقص منها المقدار 450 أو نضيف إليها 450 بناء على ما ورد في دقة القياس. إذن هذا بالنسبة لإيجاد مقاومة هذا الناقل الأومي ذو الشرائط أو باستعمال شفرة الألوان. نمر إلى اقتراح البروتوكول التجريبي لإيجاد مقاومة ناقل أومي. إذن لإيجاد مقاومة ناقل أومي بالقياس غير المباشر، هنا سنمر بالمراحل التالية أو بالبروتوكول التالي. أولا نحضر مولد معلوم الدلالة كالذي معنا في الصورة، قال على سبيل المثال 12 فولت أو 24 أو 6 فولت إلى آخره. المهم نحضر مولدا معلوم الدلالة، أسلاك توصيل، والناقل الأومي المجهول المقاومة الذي نريد أن نعرف مقاومته، وجهاز أمبير متر وجهاز فولت متر. إذا نربط جهاز الأمبير متر في التسلسل مع هذه العناصر، يعني مع المولد والمقاومة أو الناقل الأومي، ونربط الفولت متر على طرفي الناقل الأومي، ونقوم بتسجيل النتائج في جدول أو غير ذلك، بمعنى لدينا نتيجتين فقط، نقيس شد التيار التي تمر في هذه الدارة، بمعنى التي تمر في الناقل الأومي، ونقيس التوتر بين طرفيه، ثم نطبق العلاقة المتعلقة أو الخاصة بقانون أوم. لدينا R يساوي E على E، يعني المقاومة، مقاومة الناقل الأومي تساوي قيمة التوتر المطبق على طرفيه نقسمها على شد التيار المار فيه، وبالتالي نجد قيمة مقاومة هذا الناقل الأومي. بعد ذلك نمر إلى الوضعية الثالثة. يقول أردنا أن نثبت انحفاظ استطاعة التحويل الكهربائية. نلاحظ هنا موجود خطأ طفيف بين السند أو المعطى في الوضعية والتعليمة أو السؤال الرابع. هنا إما سنعدل في البداية أو نعدل في النهاية، بمعنى إما نريد أن نثبت انحفاظ الطاقة أو نريد إثبات انحفاظ الاستطاعة، وبالتالي السؤال يكون هنا بين أن الاستطاعة محفوظة. المهم قلنا أردنا أن نثبت انحفاظ استطاعة التحويل الكهربائية من المولد إلى عناصر الدارة الكهربائية، فحققنا التركيب الممثل في الوثيقة 2، هاي الوثيقة 2 معنا. السؤال يقول الأول، يقول أتمم الرسم بإضافة أجهزة القياس في المكان المناسب لها. ثم المطلب الثاني، إذا كان المصباح L1 يحمل دلالة 12 فولت 21 واط، والمصباح L2 يحمل دلالة 12 فولت 45 واط، فكم قيمة التوتر التي يسجلها الفولت متر على طرفي كل مصباح؟ علل إجابتك، استنتج شد التيار التي يشير إليها الأمبير متر، بين أن الاستطاعة أو استطاعة التحويل محفوظة أثناء التحويل من المولد إلى المصباحين. إذن السؤال الأول، نضيف الأجهزة أو نسمي الأجهزة في الأماكن المشار إليها. إذن هنا لدينا جهاز الفولت متر يربط على طرفي المولد، بما أن القاطعة مغلقة هنا فإنه سيقيس التوتر الكلي، التوتر الكلي لهذه الدارة الكهربائية. ثم في المكان
على طرفي المصباح، هذا لنعتبر أنه المصباح الأول، سنقيس التوتر بين طرفي المصباح الأول عفوا. ثم في المكان الثالث هنا الفولتمتر سيقيس التوتر بين طرفي المصباح الثاني. ثم الجهاز الموالي الرابع في هذا المكان الأمبيرمتر يقيس شدة التيار الكلية المارة في هذه الدارة، بمعنى شدة التيار التي ستدخل إلى المولد. في هذه الجهة سنقيس شدة التيار التي تدخل إلى المولد. لو أخذنا الأمبيرمتر من هذا المكان ووضعناه في الجهة اليمنى هنا على سبيل المثال، سنقيس شدة التيار الكلية الداخلة إلى المولد. الجهاز الثاني أو الموالي الأمبيرمتر A1 فهو سيقيس لنا شدة التيار التي تمر في الفرع الأول، يعني في المصباح الأول. والأمبيرمتر الثاني في هذا المكان سيقيس لنا شدة التيار التي تمر في المصباح الثاني. إذن إذا كان المصباح الأول قلنا مثل ما ذكر L1 يحمل دلالة 12 فولت 21 فولت، والمصباح 2 يحمل دلالة 12 فولت 45 واط، يقول فكم قيمة التوتر التي سجلها الفولتمتر؟ نبرر الإجابة. بما أن الربط على التفرع، أو لنبدأ بالسؤال كما هو مرتب، الجهاز الأول المربوط على طرفي المولد سيقيس لنا التوتر الكلي. إذن هنا التوتر الكهربائي على طرفي المولد، شدة التيار الكهربائي المار في كل عنصر، واستطاعة التحويل، يعني حاولنا أن نجيب على كل الأسئلة في هذا الجدول. إذن المولد الكهربائي سيكون التوتر بين طرفيه ET يساوي 12 فولت، بمعنى الفولتمتر هذا الأول الموجود على طرفي المولد سيقرأ لنا 12 فولت وهي ET. الفولتمتر الثاني الموجود على طرفي المصباح الواحد كما تلاحظ، الفولتمتر هذا الموجود على طرفي المصباح الأول سيقيس لنا U1 أي التوتر بين طرفي المصباح الأول، وسيسجل لنا 12 فولت. سنعلل بعد ذلك. إذن وكذلك الفولتمتر الثالث الموجود على طرفي، يعني هذا الفولتمتر الموجود على طرفي المصباح الثاني هو الآخر سيسجل لنا 12 U2 تساوي 12 فولت، القيمة 12 فولت، القيمة التي قبلها 12 فولت، وعلى طرف المولد 12 فولت. لماذا سيسجل هذه القيم؟ لأن هذه خاصية الربط على التفرع. نحن قلنا أو رأينا في بالتجربة في الدرس أن التوتر الكهربائي في الربط على التفرع لا يتغير، يعني هو نفسه في جميع فروع الدارة، في الدارة الرئيسية على طرفي الدارة الرئيسية وعلى طرفي أي دارة فرعية. إذن فهذا القانون هو ET يساوي U1 يساوي U2، هذا التعليل. علل لماذا يشير إلى هذه القيمة؟ لأنه قلنا ميزة أو خاصية الربط على التفرع، وفي الربط على التفرع التوتر لا يتأثر أو لا يتغير. لنمر إلى قراءة الأمبيرمتر. إذن فعلى طرفي المولد، على طرفي المولد، معذرة، في على طرفي أو في المصباح الأول وليس على طرفي، في المصباح الأول، بمعنى الأمبيرمتر هذا الذي كتبنا عليه A1 سيقرأ لنا شدة التيار التي تمر في المصباح الأول. كم سيقرأ لنا؟ يقرأ لنا E1 تساوي 1.75. ربما يتساءل المتعلم أو التلميذ يقول كيف لي أن أعرف أن المصباح سيقرأ 1.75 وأنا لم أجري التجربة؟ إذن سنعرف القيمة التي يقرأها انطلاقا من الدلالات والمعطيات الموجودة معنا. نحن قلنا بأن الفولتمتر الموجود على طرف هذا المصباح سيقرأ لنا قيمة قدرها 12 فولت، وهذا المصباح مكتوب عليه دلالة قدرها 21 واط وهي استطاعة تحويله. إذن من القانون الذي درسناه؟ قانون استطاعة التحويل. فإننا نستنتج شدة التيار، يعني E تساوي P على E، P هي الدلالة المكتوبة فيه بناء على التوتر المطبق عليه. إذن
هو يقول لنا في المصباح، يعني في المعطيات المكتوبة على المصباح، يعني أننا إذا طبقنا توترا قدره 12 فولت على طرفي هذا المصباح فإنه سيحول الاستطاعة بمقدار 21 واط. إذا شد التيار تساوي بي على إي، نقسم الآن 12 المطبقة على طرفيه نقسمها على 21، نجد الناتج يساوي 1.75. إذا هذه شد التيار التي تمر في المصباح الأول. بنفس الطريقة نجد شد التيار التي يقرأها الأمبير متر الثاني، يعني هذا الأمبير متر سيقرأ لنا الشدة التي تمر في المصباح الثاني تساوي 3.75. كيف عرفنا بأنها 3.75؟ قلنا لدينا التوتر مطبق على طرفي المصباح هو 12 فولت، ومكتوب استطاعته 45 عندما نطبق عليه 12. بمعنى سنقسم 45 على 12، اي 2 يساوي بي 2 على اي، يعني 45 على 12 نجد الناتج يساوي 3.75. إذن الأمبير متر الأول قرأ لنا 1.75، والأمبير متر الثاني قرأ لنا 3.75. إذن الأمبير متر الموجود في الدارة الرئيسية كم سيقرأ يا ترى؟ أكيد سيقرأ لنا مجموع هاتين القيمتين، لأن هذه الشدة الرئيسية أو الكلية هي المتفرعة إلى هاتين الشدتين. حينما نجمع هاتين الشدتين نجد الشدة الكلية، وهذا قانون ربط التفرع، قانون شد التيار في الربط على التفرع. بمعنى اي تي يساوي اي واحد زائد اي اثنين. في هذه الحالة الأمبير متر سيقرأ لنا 5.50 أمبير، إذن وهي الشدة الكلية. الآن نتحقق من انحفاظ استطاعة التحويل، وفيما بعد إن أردنا أن نتأكد من الطاقة نفس الشيء. إذن فاستطاعة التحويل نطبق القانون الرئيسي، الاستطاعة بي تساوي اي في اي، استطاعة التحويل تساوي التوتر المطبق في شد التيار المار. إذا سنحسب استطاعة التحويل للمصباح الأول. هنا استطاعة التحويل للمولد، لاحظ أننا كتبنا بي بين قوسين جينيراتور، يعني استطاعة تحويل المولد سنجدها تساوي 66 واط. يعني من أين أتينا بهذا الرقم؟ إذا لدينا التوتر على طرفي المولد وهو 6 فولت 12 فولت، ولدينا الشدة الكلية هي 5.5 أمبير. بمعنى سنطبق القانون الرئيسي هذا، بي تساوي اي في اي، نضرب 12 في 5.5 سنجد الحاصل هو 66 واط. الآن بنفس الطريقة سنحسب استطاعة التحويل للمصباح الأول. إذا بي يساوي ال واحد، سنجده 21 واط مثل ما هو مكتوب في المصباح، لكن كيف وجدناها؟ بنفس العلاقة نضرب اي في اي واحد، بي يساوي اي في اي واحد، بمعنى 12 في 1.75، سنجد الناتج يساوي 21 واط. نفس الشيء نطبقه على المصباح الثاني، بي لي ال 2 يعني استطاعة التحويل للمصباح الثاني سنجدها 45. كيف؟ بي تساوي اي في اي 2، يعني بي تساوي 12 في 45، 12 في كم وجدنا شد التيار؟ 3.75. 12 في 3.75 سنجد 45 واط، وهي القيم التي كتبت على المصباحين. حينما نريد أن نتأكد من انحفاظ استطاعة التحويل من المولد إلى العناصر الموجودة في الدارة، استطاعة التحويل وجدناها تساوي 66 واط. إذن حينما نجمع الاستطاعة التحويل لعناصر الدارة، يعني 45 زائد 21، كذلك نجد 66 واط. إذن هذا الطرف الأيمن يساوي هذا الطرف الأيسر، يعني المجموع هذا. ومنه نقول أن استطاعة التحويل الكهربائي محفوظة أثناء التحويل من المولد إلى عناصر الدارة. لنفرض أنه طلب منا أن نثبت أن الطاقة محفوظة. الطاقة الآن كيف نحسبها؟ ما هي إلا استطاعة التحويل في الزمن، في زمن التحويل. بمعنى سنضرب هذا المقدار في زمن تشغيل، قال شغلت الدارة لمدة ساعة أو نصف ساعة أو 4 ساعات إلى آخره. يعني هذه الاستطاعة للمولد نضربها في مقدار زمن تشغيل في مدة ساعتين مثلا، وبما أن المولد شغل ساعتين أكيد المصباحين شغل كذلك ساعتين، ستجد أن الطاقة التي يحولها المولد هي نفسها الطاقة التي اكتسبها أو صرف أخذها المصباحان. وبالتالي نقول أن الطاقة
محفوظة أثناء التحويل من المولد إلى عناصر الدارة الكهربائية. إذن بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. في الأخير أسأل الله العلي القدير أن نكون قد وفقنا، كما نأمل أن تكونوا قد استفدتم مما قدمناه لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.